على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وخلال محادثة جمعته بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 23 و2000، وأنها لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 24 و2000. كما استعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها تونس في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي. من جهتها، ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، اعتبرت مديرة الصندوق أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم الصعوبات التي واجهتها، والناتجة أساسا عن عوامل خارجية. كما كان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، استعرض خلاله الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للحكومة وبرامج تمويل المشاريع الكبرى. والتقى أيضا رئيس الحكومة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وميكليميني، وتم التطرق خلال اللقاء إلى الفرص الاقتصادية المثمرة التي يوفرها هذا الفضاء الاقتصادي لدول المنطقة والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تونس كفاعل أساسي في خلق القيمة المضافة في مجالات حيوية. وكان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيس الوفد السعودي المشارك في قمة دافوس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث كان اللقاء فرصة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد تطويرها وتنويع مجالاتها، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، تم خلاله تثمين مستوى العلاقات الثنائية. وقد وجه رئيس الحكومة دعوة لنظيره العراقي لأداء زيارة إلى تونس.